اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم سيكو اجتماعي بيناتنا اللي كنقدموا لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تيفي كل يوم خميس مباشره على شوف تيفي مع الكوتش لبنى رشيد متخصصه في العلاقات بالازواج. مرحبا بك لبنى. مرحبا بك منال. مرحبا مشاهدينا. حلقه اكيد مفيده ان شاء الله. اكيد مفيده للازواج وموضوع جديد مشاهدينا كنطلوا من خلاله عليكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تيفي. والموضوع ديالنا هو الشك بين الازواج. والشك مدمر العلاقه الزوجيه. كنعرفوا ان الشك ملي كيدخل العلاقه الزوجيه كيأثر بزاف وكيقتل السعاده اللي في العلاقه الزوجيه. اليوم لبنى غادي نتكلموا هذا الموضوع واكيد فاتحين لكم قنوات التواصل مباشره عبر قناتنا شوف تيفي عبر لاباج ديالنا في الفيسبوك. اول سؤال نبدا به لبنى هو واش الشك ولا تعريف ديال الشك هو الاول قبل ما نمشيو انه واش مرض ولا ماشي مرض. الشك واحد الموضوع اللي هو مهم وللاسف الشديد كاين الازواج اللي كيشكوا في بعضياتهم وهذا الشيء نتيجه لاسباب كثيره اللي كاينه. الشك هو واحد السلوك سلبي مكتسب ماشي فطري مكتسب وهو سلوك اللي مدمر للعلاقة الزوجية. كاين هك الشخصين يعني الطرفين اللي هما الزوج والزوجة واحد الدوامة ديال الأسئلة ديال التفتيش ديال التصرفات نابعة من واحد السلوك اللي هو خيب وخيب بزاف. فكتلقى واحد من الزوجين عنده واحد النار ديال هذيك الشك اللي هي شاعلة والآخر كيحاول أنه يطفي هذيك النار ويخمدها وكيبقاو في هذيك الدوامة ما كيخرجوش منها للأسف الشديد. طيب لبنى يعني مجموعة ديال الأزواج كيعانيوا من المشكل الكبير واللي هو منين كيدخل الشك العلاقة الزوجية. واش هنا نقدروا يعني كنتوما دي كوتش متخصصين نصنفوا أنه مرض ولا لا؟ الشك هو مرض خصوصا ملي كيكون يعني لان ما كنوصلوا للشك كندوزوا في مراحل متعدده كما قلنا شرحنا في الحلقات الفائته اللي دازت ديال الغيره. يعني هذاك الشك اللي كتبدا الغيره وكتبقى الغيره غدا وكتطور حاله الشك والشك كيتطور تيولي وسواس. فهذاك الشك هو مرض وخايب بزاف خطير خاصنا ما ضروري اننا نردوا بالنا ليه الى كان فينا. طيب منين كيفاش كيبدا الشك يبان في العلاقه الزوجيه يعني بين الازواج؟ شنو واش السلوكيات ديال الازواج كتختلف؟ شنو الاسباب ديالو او ربما نقولوا شنو اللي كيخلي الشك يبان في العلاقه الزوجيه؟ شوف هما كاين الاسباب متعدده وكثيره غادي نذكروا اهم الاسباب اللي كاينه. السبب كاين اسباب اللي هي راجعه للنفسيه ديال الشخص اسباب متعلقه بالذات ديال هذاك الشخص. هذيك الاسباب كتكون ناتجه عن واحد النقص اللي كيحس به هذاك الشخص في الذات ديالو وكيبقى دائم التخوف وخايف بان الشخص الاخر غادي يقلب على واحد الشخص اخر اللي غيكون يشبع هذاك النقص اللي هو فيه. فكيبقى دائما خايف وعنده واحد المتابعه كبيره للزوج ديالو ولا للزوجه ديالو ديال ولا الزوجه ديالو عفوا واش كتقلب على شخص اخر اللي عنده هذيك الحاجه كامله اللي كيحس بها او اللي كتحس بها هي بانها ناقصه. كاين السبب الثاني هو اسباب اللي هي راجعه للتربيه ديال الاشخاص. كاين الانسان كيكون تربى في واحد البيئه اللي فيها الشك عام بواحد الشكل كبير. كيكون والديه مثلا يا الاب تسلط الولد انه يحضي الام ديالو ويحضي التصرفات ديالها وشنو كدير وياك ما كذا وياك ما كذا. يا الام كتسلط الولد على الاب ديالو وكتقول له راقب باباك عندك هاد مع من كيهضر شنو كيدير شنو كيكتب فين خرجتو شنو درتو شنو هذا. فتيكبر داك الدري وتيعترف تيقول بانها تيعرف بان هذيك هي الحياه وان ضروري خاصو يشك وضروري خاصو يقلب مورا الاخر ويعرف اشنو اللي كاين. فكيكبر فيه ومني كيكبر وكيولي شاب وكيتزوج كيدخل الحياه الزوجيه بهذاك السلوك اللي هو متبنيه ومكتسبه من الصغر ديالو بناء على التربيه اللي هو ترباها. وكيكونوا حتى دوك الاباء تيقولوا دائما لولادهم رد بالك ما خصكش دير ثقه في حتى شي واحد راه ما كاين حتى شي واحد مزيان في هذه الحياه راه افكار سلبيه ومكتسبات اللي هي خايبه بزاف كنطعنوا
بها ولادنا وكنخليوهم انهم كياخذوها معاهم للبيت الزوجيه وكيورثوها كيكتسبوها وكيورثوها لولادهم. فكيولي عندنا مجتمع للاسف فيه الشك بزاف، ما كنعلموهمش بان راه يقدروا يكونوا ناس زوينين ويقدروا يكونوا ناس خايبين، وغير كيفاش يمكن لنا اننا نميزوا هذاك الفرق اللي كاين ما بين الخايب وما بين الزوين. فكيعلموهم عوض هكا كيعلموهم انهم يشكوا في الناس ويشكوا حتى في اقرب الناس ليهم. وكاين حاجه ثانيه، لان بعد الزواج كيولي الانسان كدوز ديك المرحله الزوينه الاولانيه، كيكون الانسان كان فرحان بانه يدخل بيت الزوجيه جديده عليه، بزاف المسائل اللي كتكون مشتركه زوينه بعضياتهم. بعد ملي كيدخل معاه الزمان كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، كيدخلوا مسؤوليات كبيره اللي كيهزها الانسان، فكتنقص المظاهر ديال الحب في بيت الزوجيه وديال الاهتمام. ديك المظاهر وديال الحب وديال الاهتمام بيناتهم ما كتبقاش كما كانت قبل، فكتدخل واحد شويه ديال الشك للشخص اللي كيبقى غادي وكيكبر عنده، يا اما الزوجه يا اما الزوج، كيكبر في هذاك الاحساس، كيكبر في هذاك الشعور، كيبدا كيراقب كيقول لا راه يمكن الشخص الاخر تبدل عليا، اما الزوجه كتقول راه زوجي تبدل عليا، او لا الزوج كيقول راه الزوجه تبدلات عليا. طيب كيتولد نكمل غير هذه الجزئيه، كيتولد واحد الشعور، واحد التوتر، واحد الاحساس بان الطرف الاخر راه عنده شي حاجه اخرى، راه مشى لشي حاجه، راه مخبي شي حاجه، فما كيبقاش عيشه سهله وكيتولد الشك. طيب هنا غادي نسولك لبنى، يعني واش هذا الشيء هذا الشك هذا اللي كيكون يعني في هذه النقطه هذه بالضبط، واش كيبني على احساس مثلا الزوجه ولا الزوج حسوا بعدم اهتمام ولا هذا، ولا على سلوكيات ربما كنشوفوها كتجي من الزوج ولا كتجي من الزوجه في هذا الاتجاه هذا؟ شوف هما كما قلنا الانسان كيكون في الاول حاطه اهتمامه كامل لهذيك الزوجه، او هي حاطه اهتمامها كامل لهذاك الزوج، ولكن بعد المسؤوليات اللي كتتبناها في الحياه الزوجيه كلها مسؤوليات، كيولي الانسان ما عندوش مثلا واحد الاهتمام كبير بالشكل اللي كان قبل، او واحد التصرفات واحد السلوكيات اللي كيكون كيتعامل بها ما كيبقاش كيتعامل بها، كتولي ناقصه واحد شويه، كيتعامل بها مره، او كتنقص واحد المده عاد كتبان، فكيبقى ذاك الانسان كيتولد عنده ذاك الخوف من ان يمكن الطرف الاخر مشى لشي بلاصه، خصوصا الى هذاك الطرف الاخر تيدير واحد التصرفات اللي كتبين بحال راه هو فعلا مخبع شي حاجه. مثلا الاغلبيه اللي كيجيو عندنا المكتب كيتشكاو من ان الزوج ديالها مثلا كيخبع التليفون، او اللي كيتشكى من الزوجه ديالو كتخبع التليفون، ما عندوش الشفره ديال المواقع الاجتماعيه ديالها، حتى هي ما عندهاش الشفره ديال المواقع الاجتماعيه، تيقول لك علاش دايرين هادشي، اذا مخبع شي حاجه، او لا هي تيا كتقول اذا هو مخبع شي حاجه. فحتى هاد السلوكيات كتولد واحد الشك وواحد الخوف اللي كيكون في الاول واللي كيبقى غادي وكيكبر كيكبر 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 حتى كيولي شك. طيب غادي نمشيو للاسئله ديال المشاهدين الكرام، مشكورين على تواصلكم معنا عبر قناتكم الالكترونيه شوف تيفي، ونذكر انكم اننا مباشره على شوف تيفي ولا باج ديالنا سيغ فيسبوك. طيب عبد الرحيم كيقول انا مراتي كل نهار كتقلب الهاتف ديالي والحوايج كذلك، اشنو ندير؟ اشنو ندير؟ ندخلوا في الحلول قبل يعني ما ندخلوا في الحلول لبنى سمحي لي قطعتك، يعني هذا مشكل كبير، يعني بزاف ديال الازواج كيتعرضوا للتفتيش من قبل الزوجات ديالهم للهواتف النقاله ديالهم ولا المسائل الخاصه، واش هذا مشكل زعما يقدر يتفاقم ويؤدي لهذا؟ شوف المشكل هذا متفاقم في الاصل، لان ملي كنوليو كنقلبوا كنبحثوا مورا هذاك الشخص، يعني اكيد كيكون عندنا دوافع في الاول، اولا كنكونوا كما قلنا من احد الاسباب اللي هضرنا عليهم، اولا كاين واحد الجزء اللي هو مهم ومهم بزاف وكنبغي نشير ليه، لان كنت كنهضر على الاسباب نكملهم لان غيندرج في هذه القضيه. كاين بعض الازواج اللي كيكونوا بداو حياتهم واحد النهار واحد فيهم اكتشف واحد الاخر بانه كذب عليه شي كذبه، او لا شاف عنده شي علاقه عابره، او لا فسرها هو بشكل اللي بغاه هو، ربما تكون حقيقه وربما يكون غير وهم، فكيبقى داك الشخص كيفقد الثقه في الاخر وكيولي واخا رجعات المياه لمجاريها واخا بقاو عايشين مع بعضياتهم كملوا، كيبقى داك الشخص الاخر ما محاش الماضي وباقي عاقل عليه ودائم الشك في الشخص الاخر، فكيبقى كيقلب له. هذه من ناحيه ديال الكذوب، الا حصل واحد النهار بان راه كذب عليه او راه ضلل له في شي حاجه.
كاين من ناحيه اخرى الحكاوي اللي تبارك الله منتشره عندنا في المجتمع ديالنا. هذا طرالو كذا، عندك راجلك غايدير، عندك مرتك غادير، فلان وقع له وما عرفتيش شنو كاين كذا. عاود الاعلام ثاني، الاخبار 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 السيئه من هذه الناحيه، فما كنشوفوش الزيجات الناجحه، كنشوفوا غير الزيجات اللي فيها هاد المشاكل. وخصوصا اننا حنا عارفين بان الخبر السيء هو اللي كينتشر، هو اللي كينتقل، هو اللي دغيا كناخذوه. اما الاخبار الزوينه كنقولوا بحال راه هي عاديه ماشي مشكل. فكيولي هذاك الشخص كما الزوجه ديالو ربما تعرضت لاحد هاد العوامل وهاد الاسباب، فهي اللي خلاتها ان هذا مبرر او قلبنا مبرر. هذا ماشي، شوف هو ماشي مبرر مادام الانسان صافي، لان هي صافي اكتشف كاع لينا، فريد ان هاد السيده اكتشفت شي حاجه. صافي يعني صافي الحياه رجعات لمجاريها، بدينا سامحنا، غادي نبداو نعيشوا حياه اخرى جديده. الانسان معرض للخطا، خلي دع الخلق للخالق. هو ارتكب واحد الذنب ولا هي هو ارتكب واحد الذنب او لا هي ارتكبت واحد الذنب، هما بجوج يقدروا يخطئوا. فخلي الحكم لله عز وجل، حنا خلينا نكملوا حياتنا زوينه. اهم حاجه غير ما نفرطوش في بعضياتنا، وما نفرطوش في الاهتمام في بعضياتنا، ما نفرطوش باننا نحترموا بعضياتنا، ما نفرطوش باننا يكون عندنا اسس صحيحه ديال الزواج السعيد. فهذاك الشخص الا كان كيعطيني جميع الحقوق ديالي المعنويه والماديه وكل شيء، لا من الطرفين لا الزوجه ولا الزوج، فخلينا نعيشوا حياه زوينه ونساو اللي فات. صافي يعني الانسان خطا وجا وسامح، راه حتى بعض المرات كيكون واحد الانسان اللي كذب عليك او اللي دار شي حاجه خوفا من انك انت تقلق منه او من انك انت تقلق منها، فداك الشيء علاش هي دارت هكاك او داك الشيء علاش هو دار هكاك. طيب غادي نمشيو عند مي، كتقول واش نقدروا نتغلبوا على هذا الشك ولا كيبقى عايش معنا؟ نقدروا نتغلبوا على هذا الشك ونقدروا اننا نتجاوزوا هذه المرحله. اول حاجه خصنا نبنيوا واحد الثقه جديده بيننا وبين بعضياتنا، ولكن الثقه تبنى من الداخل ديالنا، ما تبناش غير هكا سطحيه. صافي انا ثقت فيك، صافي حنا مفاهمين، اولا صافي حتى هو تيقول لها انا راني ثقت فيك، وكيبقاو صافي يبدا واحد صفحه جديده، ولكن غير كطرى غير شي حاجه بسيطه اولا غير شي مثير خارجي كنوليو عاوتاني كنبداو همال الاول، كان شيئا لم يكن، بحال باقي الحدث يلاه اليوم طرى. لا، إلا نسينا نساو بمرة وتكون بيناتنا واحد الصراحة اللي هي كبيرة ومطلقة. أنا راه أشنو اللي واقع ليا، أنا شنو راه ما خبعتش عليك التليفون على شي حاجة، راني غير مثلا كنكون في كذا، أولا حتى هي تقول راني ما خبعتش عليك التليفون على كذا، يعني كمثال المثال ديال الهاتف، لأن الهاتف كل كيجبد مشاكل كثيرة بين الأزواج هاد الأيام. أكيد كيجيو حالات كثيرة. واحد اللبنة، واحد المشاهد الكريم اللي هو معاذ، كيقول ان المشكل الكبير هو المواقع التواصل الاجتماعي. عافاك ديروا لنا شي حلقه بخصوص تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياه الزوجيه. ان شاء الله، مرحبا، ان شاء الله نديروها. اكيد. طيب نرجعوا للموضوع ديالنا على سبيل البسط. عزيز كيقول ان انا اشك اذا انا موجود. ومجموعه ديال المشاهدين يعني كيقولوا ان العقليه المغربيه ديال الرجل او ديال الزوجه كتخلي في الاعتقاد ديالو هذاك الشك وهذاك البحث دائم في واش هذا السلوك هذا ما يحيدش منا لبنى الا خدينا مثلا واحد المراحل وتبعناهم. شوف هذا السلوك يقدر يحيد منا الا حنا كتكون عندنا واحد الاراده كبيره اننا بغينا نحيدوه. وكنظن ان كاع الناس عندهم اراده انهم ما يبقاوش يشكوا لانه مدمر للذات قبل ما كيكون مدمر لهذيك العلاقه الزوجيه، فهو كيريبها بهذا المعنى. يعني ما كيخليش حتى الانسان انه يفكر ويركز في حوايج اللي هما مهمين، يركز في كيفاش يسعد ذاك البيت ديالو، كيفاش يكون هو سعيد ويسعد الاخر اللي معاه اللي هو الزوج ديالو نصفه الاخر، يا اما مراه ولا راجل. وكيفاش ينقلوا هذاك الاستقرار العاطفي للوليدات ديالهم، وكيوليو مركزين غير في التفتيش في بعضياتهم، شنو هذا دار، علاش قالت هكا، علاش دارت هكا، علاش هي هو قال هكا، علاش دار هكا. فكيبقاو في هذيك الدوامه اللي كتمنعهم من انهم يعيشوا السعاده، يعيشوا الحياه الزوجيه الصحيحه اللي فيها موده وامان ومحبه وراحه وسكينه. وكيقول لك لبنى يعني الحب الشك ملي كيدخل البيت الزوجيه كيهرب الحب من 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 البيت الزوجي. والصحيح هو الحب قائم مادام انهم مازالين عايشين مع بعضياتهم، ولكن الشك مررهم
ومخلي حياتهم مره، مخليهم ما يركزوش في حياتهم الزوينه، مركزين غير في الحياه الخايبه. هذاك الشك راه ماشي ضروري كيكون عندهم دلائل عليه، كيكون غير شك اللي هو بعض المرات كيكون وهم لا اساس له من الصحه من الحقيقه. فشوف ملي كيوصل الانسان لهذه المرحله ديال الشك الخايب وكيبدا يفتش وكيبدا يقلب وكيبدا يوصل عنده بشكل اللي هو مرض نفسي اللي كيحس به بان فعلا ضره بزاف، فيحاول ما امكن انه يشوف مختص. وحتى الطرف الاخر الزوج او الزوجه اللي كيتمارس عليه هذاك الشك يحاول ما امكن انه يساعد الاخر. كاينين خطوات كثيره يقدر يساعد بها داك الاخر انه ما يخليهش يشك في اي حركه هو كيديرها. وما فيها باس ان الانسان يمشي يشوف مختص ويجلس معاه ويعرف شنو هما الحوايج اللي يمكن له انه يديرهم باش يتخلص منه. والشخص الاخر يحاول ما امكن انه تكون تصرفاته واضحه قدام الثاني ويبني واحد الثقه جديده بيناتهم اللي تخليه انه يعبر على اي حاجه. فاحنا للاسف الشديد ملي كتجي الزوجه كتعبر على شي حاجه او لا الزوج كيعبر على شي حاجه، الطرف الاخر كيقابلو بالانتقاد، كيقابلو بالتذمر، علاش درتي هكا، علاش مالك انت ديما هكا، ولا مالك انت ديما هكا، مالك درتي هكا. فكيبقى الاخر ربما كيبقاو يجبدوا يعني داكشي اللي فكيبقى الاخر الماضي. اكيد فكيبقى الاخر كيتهرب وكيتخنق، يا اما كيقلب على بيت اخر، يا اما زوج ولا زوجه، وكيولي عندنا واحد التفكك اسري وشتات. اللي هو خايب. عايشين في قلب الدار مع بعضياتهم ولكن ما عايشينش مع بعضياتهم، الاجساد موجوده والارواح كل واحده فين كاينه. طيب لبنى كيفاش يعني مثلا الزوج ولا الزوجه يتعاملوا مع الشك ديال الطرف الاخر؟ كيفاش الزوج ولا الزوجه يتعاملوا مع الشك ديال الطرف الاخر؟ حاجه اللي هي زوينه وسهله يمكن لينا نديروها، خاص تكون كما قلنا واحد الوضوح بيناتهم. يكون انا تليفوني ها هو محطوط ما فيه والو، والمراه هي ولا الراجل حتى هو الشخص الاخر اللي كيتمارس عليه هذاك الشك ولا المشكوك فيه عفوا، ما فيها باس انه يتغاضى ويتغافل. ها هو هذا الشخص كاع غادي يخطا، شنو غادي نوقفوا على الوحده؟ راه حتى حنا تنخطئوا، راه خطا على خطا راه كيختلف. ولكن احنا مادام بغينا نعيشوا في قلب هاد الدار وبغينا هذاك الشخص اللي هو معانا يا اما الزوجه ولا الزوج، واختاريتوا بعضياتكم انكم تسكنوا في دار واحده، فنتغافلوا على اخطاء بعضياتنا لان الانسان معرض للخطا. ما كاينش شي واحد كامل، الكمال لله عز وجل، غير هو الانسان يدارك هذيك الاخطاء من دابا، مش يجلس ويدير حوار بناء حاجه على حاجه على حاجه كتولي. طبعا يجلس ويدير حوار بناء ويبدا صفحات جديده، ولكن ينسى الماضي، ما يمشيش يبدا الصفحات بالماضي القديم الخايب. صافي كننساو داكشي اللي فات وكنبداو صفحه جديده وكنعاودو نعطيو الثقه لبعضياتنا. شوف حتى شي حاجه ما سهله وحتى شي حاجه ما صعيبه، ولكن مع الصبر والاصرار والاستمراريه اكيد اكيد والحب اللي كيتغلب على هذا الشيء طبعا أكيد. خصوصا الاستمراريه والاصرار اننا نديروا داك البيت في واحد السعاده كبيره اللي نحسوا بها حنا نعيشوها ويعيشها الطرف الاخر اللي معانا في قلب الدار اللي هو نصف الاخر يا اما الزوج ولا الزوجه، ونقلوه لوليداتنا اللي غيتنقل المجتمع باسره. يعني هي شوف حلقه اللي متبعه مع بعضياتها حتى الانسان كيوصل لواحد السعاده ماشي غير ديال الزوج ديال البيت الزوجيه، ولكن السعاده ديال المجتمع ديالنا كامل. طيب ننتقلوا الاسئله المباشره ديال المشاهدين الكرام. سعيد كيقول انتقاد الزوج في كل امر كيفعله سواء في افعاله او التدخل في تفاصيل حياته او محاوله اصدار قرارات نيابه عليه، كل هذه الاشياء كتقوم بها الزوجه من اجل السيطره على حياه الزوج، ما من حل؟ كاينين زوجات بحال هكا حنا ما كننكروش، ولكن يمكن لك انك تجلس معها واحد الشويه، ولكن تجلسوا ماشي باش تثبت بانك انت اللي على صواب او لا هي اللي على خطا. نجلسوا غير نعطيوها بواحد الطريقه زوينه، عافاك الله يخليك، شوفي راه هاد الحاجه كضرني، عطيني واحد المساحه ديالتي لانني نحس براسي انني غير متابع من طرف شخص، ما ديرش علاش درتي علاش كذا علاش هذا علاش هذا علاش هذا،
حاول تشرح ليها بالضبط شنو هما الحوايج اللي كيضروك في خاطرك ملي كتسمعهم منها، اولا التصرفات اللي كتشوفهم من طرفها اللي ما كيعجبوكش وكتعتبرهم انك تحس براسك مخنوق وكتعتبرهم انهم سيطره، ولكن غير بشويه وبالحسنة وبواحد الطريقه اللي هي زوينه اللي قدرت تقبلها. ضيف واحد شويه كما كنقولوا ديال البهارات، كلمات زوينين، الكلمه الطيبه مفتاح القلوب، واكيد اكيد غادي تلين الزوجه ديالك والامور غتحسن ان شاء الله. اكيد سعيده. طيب ام محمد كتقول انها تعرضت للخيانه وسامحات ولكن ما قدراتش تنسى وباقي الشك وما بقاتش عندها الثقه رغم انها ما كتهضرش، هذاك الشيء غير مع النفس ديالها. اختي انا كنقول لك راه انت لا شكيتي راه ما غتحلي حتى شي حاجه. السؤال اللي نبغي نوجه لك، ها انت دابا تتشكي واش كتحلي شي حاجه؟ اكيد الجواب لا. انت قلبتي وها انت كاع اكتشفتي، واش عندك شي حل؟ شكون اللي كيتدمر دابا حاليا؟ انتيا نفسيتك اللي كتدمر، وملي كتدمر نفسيتك ما تيبقاش عندك حتى الجهد لهذاك الزوج ديالك، وما تيبقاش عندك الجهد حتى لوليدات حتى ولك الا كانوا. فعفاك حاولي ما امكن انك تخلي على هذا السلوك اللي هو خيب. قراي عليه، شوفي مختص، كاين بزاف الحوايج اللي يمكن لك ديريهم وخطوات اللي تتبعيهم باش تخلي على هذا الشكل، لانه غادي يدمر لك حياتك. شبعي يكون واحد الاشباع ديال الزوج ديالك في قلب الدار، مادام انت في هذه الحاله ديال الشكره ما يمكن لكش تعطيه واحد الاشباع كبير في الحياه كامله وفي مجالات الحياه ديالك كلها، فاكيد غادي يتخنق وغادي يهرب. حنا ما كنقولش بانك انت مفرطه، ولكن كنقول لك عاودي اعطي جهد جديد لراسك وطاقه جديده اللي تخليك انك تدخلي داك الزوج للدار ديالو ما يهربش منها. اكيد. طيب لبنى، يعني قبل ما نمشيو للمرحله ديال الحلول اللي غنعطيوها للمشاهدين الكرام، عندي واحد سؤال قبل ما نختموا التفاعل ديال المشاهدين الكرام. هو يعني مثلا الشك اللي كيكون من يعني الزوج ولا الزوجه كيكون عندهم واحد الخلفيات، يعني ماشي على الشخص اللي عايشين معه ولكن على شي تجارب عاشوها من قبل، كيعكسوها على الشخص الاخر اللي تلاقاو معاه ولا غيبنيو معاه الحياه ديالو الزوجيه. هنا كيفاش ممكن يتعامل الطرف الاخر مع هذا الشك هذا؟ شوف، مادام ان الانسان باقي في قلبه واحد تجربه قديمه راه بداها على خطا، الانسان يحاول ما امكن ان صافي راه فات هذاك الشيء، فات وما غاديش يرجع الماضي، مشى كناخذ منه التجربه، كناخذ منه الحاجه المزيانه اللي احنا استفدناها وما كنعاودوش نديرو نفس الخطا. الا انا جيت بديك التجربه وهي باقا مؤثره عليا في خاطري، راه غادي تاثر ليا على الحياه اللي انا عايش فيها، حيت غنبقى ندير اسقاطات على الشخص الاخر. دار بحال هكا اذا بحال الشخص الاخر، اولا دارت بحال هكا اذا حتى هي بحال هذيك السيده اللي دارت كذا وكذا. فصافي العلاقات اللي فاتت راها فاتت، ماتت كما كنقولوا، ماتت دفنوها وعاودوا بداو واحد الحياه جديده اللي هي واحد ثقة في هذاك الشخص، يا إما زوج يا إما زوجة، ونبني حياتنا على أسس صحيحة، ماشي غير نكونوا غير عايشين مع بعضياتنا، لا، نكونوا عايشين وحنا مترابطين، عايشين وباغين بعضياتنا، وراه ضروري من الزلات وضروري من الأخطاء، راه حنا بشر. أكيد. غير هو خطأ على خطأ كيختلف، أنا متفقة خطأ كبير ماشي هو خطأ صغير، ولكن كما كان الحال الله عز وجل راه كيغفر، اشنو حنا قدامه اللي حنا غير بشر. طيب لبنى، نمشيو مع الفقره الاخيره ديال برنامجنا واللي هي الحلول اللي نعطيهم للازواج ولا للناس اللي كوبلي مقبلين علينا على الزواج. شنو هما الحلول باش نتفاداو هذا الشك هذا وما ياثرش لينا على الحياه ديالنا الزوجيه ويفسد لينا ديك السعاده اللي كنعيشوها مع بعضياتنا؟ اول حاجه الانسان يصنف راسو فين وصل في هذه المرحله ديال الشك. إلا وصل المرحلة ديال التفتيش والبحث والنهار كله هو راسه مشطون مع الشخص الآخر، إما الزوج ولا الزوجة، أش كيدير مع من جالس أو لا أش كدير مع من جالسة، شنو كيديرو، شنو هذا، يحاول ما أمكن يشوف شي شخص اللي يعاونه أنه يخرج من هاد المرحلة اللي هي وصل لها حرجة اللي كدره هو كشخص وكدر المحيطين به. ثاني حاجه تكون واحد الصراحه بيناتنا اللي هي كبيره وزوينه ومؤدبه، حتى ملي نبغيو نقولوا الصراحه نحاولوا نقولوها بطريقه زوينه، ماشي نقولوها علاش كدير ليا بحال هكا، نقولوها حنايا بحسنة بلا باقة، بواحد الطريقة اللي هي زوينة اللي تقدر الآخر يتقبلها من عندنا، لأن الصراخ ما كيجيبش حل،
بالعكس كتولي عندنا طاقه سلبيه خايبه اللي ما كتخليش الشخص انه حتى يتقبل اشنو كنقولوا. ولكن الكلمه الطيبه كتحل لنا البيبان. اكيد. ثاني حاجه، الى طرات شي حاجه اللي هي خيبه في الماضي، نحاول ما امكن اننا نساوها ونمحيوها ونبداو حياه جديده. علاش لا نحيدو الدفتر القديم كاع كامل ونجيبو دفتر جديد ونخططو حياتنا من بداو جديد. ماشي عيب، حنا كنبنيو في اسره اللي هي غادي تكون ان شاء الله سعيده ومستقره. ثاني حاجه، ثالث حاجه، ثالث حاجه قلنا ان ملي كيكون الحوار وكتكون الصراحه وكتكون الثقه ولي بوين سور ليزي وكتكون الثقه اكيد نقطة على الحروف. النقطه الثالثه اللي كتجي هي الانسان يقول هاد الحاجه راها كتضرني صراحه، هاد الحاجه راها كتضرني وانا كنحس بها كذا وكذا، اولا شفت كذا النهار كذا وكذا، اشنو اللي واقع. ولكن ماشي بصيغه الشك ولا بصيغه الاتهام، غير بصيغه الاستفسار. صيغه الاستفسار وندير في بالي، ندير في بالي دائما بان هذاك راه نصفي الاخر، راه حياتي، ما خصنيش نفكر في حوايج سلبيه، نفكر في الحاجه الايجابيه باش تجيني غير الحاجه الايجابيه. وكنتمنى السعاده للجميع باذن الله. اكيد، وشكرا ليك لبنى على هذه الحلقه المفيده اكيد جدا، وكنتمنى الازواج انها تكون فادتهم في هذه النصائح اللي عطاتها لنا الكوتش لبنى رشيد اليوم. واليوم الحلقه ديالنا كانت هي الثقه بين الازواج، وان مرحله اللي كتوصل التدمر ديال العلاقه الزوجيه اكيد. مجموعه ديال لي كونساي عطاتهم لنا لبنى رشيد، منهم صراحه والحوار، واكيد الثقه خصها تكون بين الازواج باش نعيشوا حياه سعيده وزوينه واكيد بالحب. غادي نكملوا الحياه ديالنا في امان الله. الى موعد لاحق، الى اللقاء.